أهلا بكم من جديد في هذا الجزء الثاني من الرأي الحر. فقط يعني إشارة إلى أن جبهة جنوب لبنان تزداد سخونة في السويعات الأخيرة. عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة أطلقت باتجاه شمالي فلسطين، وأيضا هناك خبر عاجل يشير إلى 4 جرحى في قصف صهيوني على الجنوب اللبناني. 4 إصابات، إذن إصابة 4 أشخاص بينهم 3 مسعفين في غارة إسرائيلية على وادي حامول جنوبي لبنان، هذا وفق وزارة الصحة اللبنانية. يمكن لنا أن نلحظ سخونة بالفعل متزايدة للجبهة جنوب لبنان، ولا ندري الحقيقة متى يأتي الرد الموعود، أكان من حزب الله أو من إيران أو من أنصار الله في اليمن. في ساعتنا الثانية نتناول كما قلنا في التقديم تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وهو مرشح رئاسي لعهدة ثانية. تصريحات الحقيقة أخذت ضجة كبيرة على صفحات التواصل، ووصلت حتى داخل كيان الاحتلال، كان هناك ضجة أيضا داخل كيان الاحتلال، وجرى تأويلها، وفهمت طبعا من زوايا متعددة. سنترك طبعا للجمهور بعد قليل حق التعليق أيضا وإبداء الرأي. قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون المترشح للانتخابات الرئاسية في 7 سبتمبر القادم، قال إن جيش بلاده جاهز بمجرد فتح الحدود بين مصر وقطاع غزة. وفي خطابه في اليوم الرابع من الحملة الانتخابية قال تبون من مدينة قسنطينة إنه لن يتخلى عن فلسطين بصفة عامة ولا عن غزة بصفة خاصة، مضيفا وأنا هنا أقتبس من كلامه: أقسم لكم بالله لو أنهم ساعدونا وفتحوا الحدود بين مصر وغزة فهناك ما يمكننا القيام به. وتابع قائلا: لقد قطعت وعدا والجيش جاهز بمجرد فتح الحدود والسماح لشاحناتنا بالدخول، سنبني في ظرف 20 يوم 3 مستشفيات، وسنرسل مئات الأطباء ونساعد في بناء ما دمره الصهاينة. وفي إطار ردود الفعل انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حيال تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. طبعا اخترنا مصر على اعتبار بأنه مصر هي المقصودة، لو فتحت مصر الحدود لا أمكننا أن نفعل كذا وكذا، هذا ما يعنيه الرئيس الجزائري. فأردنا أن نركز على رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر. هناك من اعتبر كلام الرئيس أو تصريحات الرئيس الجزائري خطيرة وغير مسبوقة، هذا بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي المصريين كما قلنا. آخرون قالوا إن كلام تبون غير مسؤول وأحرج مصر، وهناك من حاول التقليل أيضا من خطورة ما قاله الرئيس تبون، وعد ذلك التصريح مجرد كلام انتخابي لا يستند إلى واقع ملموس. إذن كما تلاحظون اختلفت وجهات النظر على الأقل في الساحة المصرية. تصريحات الرئيس الجزائري المترشح للانتخابات الرئاسية في سبتمبر القادم، والذي قال بأن جيش بلاده جاهز بمجرد فتح الحدود بين مصر وقطاع غزة، هذه التصريحات أثارت ضجة كبيرة أيضا داخل كيان الاحتلال. وقال المحلل السياسي الإسرائيلي بصحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية لينور بن آري إن كلمات تبون التي بدأها بأقسم لكم هناك ما يمكننا القيام به اعتبرتها تل أبيب تهديدا مباشرا لها، وأثارت ردود فعل في شبكات التواصل الاجتماعي سواء في إسرائيل أو الدول العربية كما يقول هذا الكاتب. وقالت يدعوت أحرنوت أن كلمات الرئيس الجزائري التي تم إخراجها أحيانا من سياقها اعتبرت تهديدا لإسرائيل، وأثارت ردود فعل واسعة النطاق في العالم العربي وفي إسرائيل أيضا، هذا وفق يدعوت أحرنوت بالطبع. بين الدعاية الانتخابية والجدية في القول، هل الجزائر قادرة على صنع الفارق أمام هذا الهوان العربي الذي كنا نشير إليه في ساعتنا الأولى؟
هناك أنظمة عربية، أربع أنظمة على الأقل تساعد المحتل بالمجان وتقدم له الهبات والهدايا. هل تكون الجزائر البديل والبديل الساطع انطلاقا من هذا الكلام للرئيس الجزائري تبون، أم هي مجرد دعاية انتخابية كما قال البعض؟ طيب نعود للجمهور بعد قليل، طبعا لكل من يود أن يدلي بدلوه. وسيكون معنا بعد قليل ضيف حلقتنا الأستاذ العربي فرحاتي، وهو باحث وأكاديمي من الجزائر. لكن في انتظار الضيف سأعرض بعض المشاركات عن طريق الواتساب. طيب أم صفوت تقول لن تعود مصر دولة كبرى في ظل النظام الحالي الذي جعل دورها هامشيا في الوساطة لإيقاف حرب غزة، ولم تعد مصر أم الدنيا وإنما أصبحت أم طلب الأتاوات على المعابر. والكلام لأم صفوت. نرحب الآن بضيفنا الأستاذ العربي فرحاتي الباحث والأكاديمي من الجزائر. سيد فرحاتي مساء الخير. لماذا أثارت تصريحات الرئيس الجزائري حول غزة كل هذه الضجة برأيك؟ شكرا جزيلا الأستاذ على هذه الاستضافة. أهلا بكم. بداية ترحم على أرواح الشهداء في هذه الذكرى المزدوجة في الجزائر، ذكرى 27 أوت ومؤتمر الصمام 1956، فرحمة الله على الشهداء. أمين. في الحقيقة إجابة عن تساؤلكم، تعلمون أن الشعب الجزائري الثوري شعب لا يريد أن يتضامن مع الشعب الفلسطيني فحسب، بل يريد أن يشارك في مشروعه التحرري، ويعتبر نفسه شعب معني بالقضية الفلسطينية وقضية القدس، وهو ألف التضحية والاستشهاد في سبيل التحرير الوطني. أما عن تصريحات السياسيين ومن بينهم تصريح تبون، لا تخرج أبدا عن استغلال هذه النزعة، النزعة المتأصلة للشعب الجزائري، وهي نزعة الاستشهاد والتضحية في سبيل الله وفي سبيل الأوطان. وتثار هذه النزعة في كل موعد انتخابي، فتصريح تبون في الحقيقة لا يخرج عن هذه الشعبوية، ولا يخرج عن استغلال هذه النزعة المتأصلة في الشعب الجزائري، وهي خطاب شعبوي انتخابي لا قل ولا أكثر. طيب الإشارة إلى الإشارة أن افتعال الإعلام المصري وتأثره بهذه التصريحات كان يجب أن لا يكون أبدا، وهم يعرفون جيدا أنها تصريحات للاستهلاك الداخلي لا قل ولا أكثر، على أننا نسجل فعلا النظام المصري يتحمل مسؤولية فتح المعابر إلى غزة، وقد سجل عنه التاريخ هذه السلبية. واستغلال كل السياسيين المتعاقبين في الجزائر بشعار نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، هذا كان في بداية السبعينيات مع بومدين، اطلقه بومدين هذا الشعار وتبناه الشعب الجزائري، ولكن بعد ذلك أخذ هذا الشعار يدحى منحى شعارات شعبوية لا قل ولا أكثر. وتعلمون جيدا أن كل السلطات المنضوية تحت الجامعة العربية هي ضمن مشروع أصله، ولا تخرج عن اتفاق أصله، وكل الدعم يتم يصل إلى السلطة الفلسطينية المنخرطة في مشروع أصله،
ولا علاقة لها بالجهاد، ولا علاقة لها بتضحيات الشعوب، ولا علاقة لها أيضا، حتى لا أكون مبالغا، أيضا في هذه الهبة الفلسطينية للجهاد. وهي في هذا تحاكي ثورة الشعب الجزائري، والشعب الجزائري يعيش في هذه الأيام 20 أوت لاستئناف الثورة في الشمال القسنطيني، ولذلك اتخذت هذه التصريحات في إطار هذه الشعبوية لا قل ولا أقل. طيب السيد فرحاتي، إذا كان الخطاب خطاب شعبوي كما وصفته حضرتك، وخطاب للاستهلاك المحلي ولا يجب ربما تضخيمه أو فهمه على غير محمله، فلماذا الرئيس الجزائري أشار إلى الجيش الجزائري بالذات؟ يعني هل كان هناك رسالة مبطنة خلف هذه الإشارة؟ لأنه إذا كان القصد من الخطاب أن الجزائر منفتح للمساعدة في إعادة الإعمار وبناء 3 مستشفيات كما أشار الرئيس الجزائري، كان بإمكانه أن يشير إلى الشركات الجزائرية، إلى المتطوعين الجزائريين، إلى الأطباء الجزائريين. لماذا أشار للجيش؟ ألا تبدو لك رسالة ربما ملغومة؟ والله حسب ما ألفناه من تصريحات السياسيين عندنا، أراه أنها كلام غير مدروس، وإطلاقه في هذه في هذا الظرف لا نحتاجه في الحقيقة، وأن الحديث عن مشاركة الجيوش لا تتم بالتصريحات، وإنما تتم بالأفعال، تخطيط عملياتي ربما سري لا نعرفه أبدا. وفي الحقيقة أن تأويل خطاب هذا الخطاب أو التصريحات من قسنطينة هو في سياق المساعدة في الإعمار وبناء الجيش وبناء المستشفيات، وبررت الإعلام الرسمي هنا عندنا برر بهذه المنحة في ظل هذا المنحة وفسرته في هذا المنحة، ولكن ذكر قضية الجيش وفتح الحدود مع مصر إسرائيل غزة، هذا أثار ضجة ما كان لها أن تثار في مصر في الإعلام المصري وفي الإعلام الغربي، ومن حق إسرائيل أن تثيرها ضجة وأن تتوجس خيفة من شعب ألف التضحية وألف الاستشهاد في سبيل الله، من حقها أن تتوجس هذه الخيفة. أما باقي الدول كمصر فلا أظن أنها من السذاجة قراءة هذه التصريحات ضد مصر، أو يقصد منها محاربة إسرائيل. فالجزائر وجيشها في منضبط مع اتفاقيات أوسلو ومع مشروع أوسلو ومع الجامعة العربية، اللهم إلا إذا كان تحول صار في الجامعة العربية كلها وفي القرار السياسي والإرادة السياسية العربية أنها ستدخل حرب مع إسرائيل، فهذا ممكن جدا، ولا أشك في أن الجيش الجزائري سيكون من الأوائل حينذاك وفي الطليعة للمشاركة في محاربة إسرائيل. أما ما عدا هذا فلا أعتقد أن هذه التصريحات تخرج عن سياق الشعبوية والاستهلاك الداخلي. نعم. فقط الحديث عن فتح معبر رفح سيد فرحاتي، فهم منه على الأقل من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي وكأن الجزائر تحمل مصر المسؤولية دون غيرها في إغلاق المعابر، هكذا في سياق
في سياق كلام الرئيس تبون. هل هذا برأيك الرئيس تبون أيضا ما أراد أن يوصله للقيادة المصرية ربما؟ هو من الأقوال الحق التي يراد بها دائما باطل، هي مجرد كما قلت شعبوية. أن هذا معبر رفح من المعروف أنه تحت سيادة الحكومة المصرية، وبالتالي فإغلاقه هو إما أن يكون إرادة سياسية مصرية، وإما أن تكون مصر قد فقدت سيادتها على هذا المعبر، وبالتالي فهي تلام من الأنظمة، تلام من الحكام، وتلام من الشعوب. ولكن ألا ترى، واعذرني هنا على المقاطعة سيد فرحاتي، ألا ترى بأنه في مثل هذا الخطاب وهذا الوضوح فيه إحراج ربما للقيادة المصرية التي تقول دائما بأنها تفعل أكثر مما ربما يطلب منها لمساعدة أهالي غزة، أكان من حيث قوافل الإغاثة أو دور الوساطة الذي تقوم به؟ نعم أنا قلت ما كان لنا أن نصرح بهذه التصريحات، وما كان على مصر أن تقرأ هذه التصريحات وكأنها إحراج لها. في الحقيقة أن التصريح في غير محله، وأن ردود أفعال المصرية الإعلامية أيضا في غير محلها. ولا ننسى أن مصر هي مسؤولة عن فتح المعبر. طيب يعني في انتظار فتح معبر رفح، والمعبر الحقيقة لا ندري هل هو مسؤولية مصرية، المسؤولية صهيونية، أم كليهما يرمي في المسؤولية على الطرف الآخر، ماذا بإمكان الجزائر الرسمية والشعبية، وهنا أختم معك، ماذا بإمكان الجزائر أن تقدم لأهل غزة وقد دفعوا الآن أكثر من 40,000 شهيد؟ الجزائر باستثناء دعوة مجلس الأمن للانعقاد والجلسة لم تحقق شيء، ماذا تبقى للجزائر أن تقدمه الآن في هذه المرحلة التاريخية الفارقة؟ لا أعتقد أن الجزائر الرسمية ستتحرك في خارج إطار أوسلو، أو خارج إطار على الأقل الجامعة العربية والاتفاقيات العربية، لا أعتقد أنها ستتحرك خارج هذا الإطار هذا، وأن ما يمكن تقديمه للشعب الفلسطيني لا أعتقد أن في الجزائر في مقدورها أن تقدم شيئا. ماذا أقول لك، أن حتى وقفة تأييدية لما يجري، لرفض ما يجري في غزة، هي تقريبا ممنوعة عندنا، لا مسيرات ولا وقفات ولا فماذا تقدم؟ لا أعتقد أننا نتحدث عن ماذا تقدم. لكن ألا ترى معي، واعذرني أن أضيف هذه الجزئية، ألا ترى أن هذا أمر مؤسف ربما بالنسبة للشعب الجزائري، وبالنسبة لكل من يعني توسم خيرا في الجزائر، باعتبار الجزائر بلد الثورة وبلد المليون ونصف شهيد وبلد التاريخ العظيم وبلد مقولة مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، أن تبقى الجزائر الآن وإخوانها يذبحون في غزة وهي عاجزة عن فعل أي شيء، وحتى عندما صرح الرئيس بكلام وكأن الجزائر أيضا تريد أن تتبرأ من هذا الكلام لأنه البعض فهمه على غير محمله، طيب ماذا تبقى من جزائر الثورة إذن؟ جزائر الثورة بقيت في ضمير الشعب، بقيت في حركية الشعب، بقيت في هذه العاطفة الجياشة نحو القدس، وهي متجذرة في الشعب الجزائري بشكل لا نظير له، ولكن للأسف الشديد نتأسف عن هذه الوضعية التي تقمع كل صوت وكل حركة خارج نطاق أوسلو وخارج نطاق الجامعة العربية وخارج نطاق الحكام العرب كلهم، فهذا نأسف له جدا في الشعب الجزائري، وكم من محاولة
للوقفات وفي داخل الجامعات، وقد أجريت داخل الجامعات وقفات ومسيرات ولكنها غير فعالة وغير ذات بال وليست في مستوى الشعب الجزائري وطموح الشعب الجزائري، وتأكد أن الشعوب ستنتفض يوما ما إن شاء الله. الأستاذ العربي فرحاتي الباحث والأكاديمي كنت معنا من الجزائر، أشكرك جزيل الشكر. أبدأ ببعض المداخلات عن طريق الواتساب. تهاني نانوس من الأردن تقول عمليا لا يوجد وسطاء بل أدوات ضغط على المقاومة، أمريكا تضغط من خلال شحنات الأسلحة والغطاء السياسي، مصر تضغط على عنق القطاع من خلال المعبر الوحيد، قطر تضغط بملف إعادة الإعمار واستضافة القادة، ونتنياهو يسوق الدلال وينقلب على كل موافقاته السابقة. والكلام لتهاني نانوس من الأردن. ياسمين عياد تقول يبدو لي دولة الاحتلال نجحت بترويض لواءات الجيوش المطبعة سواء المتقاعدة أو المتقاعسة بتلقيحهم بالتخاذل والخنوع والاستسلام، أما أنهار الدماء التي يسيلها الصهاينة في فلسطين وغيرها، وتسمية اتفاقيات العار والاستسلام باتفاقيات السلام، تقول ياسمين عياد. أبو حسام من الأردن يقول الشعب يؤكد كلام المقاومة العراقية اليوم بالمشاركة بالرد ومحاسبة كل من يقوم بصد هجوم إيران، ونتمنى أن تقوم المقاومة بالضرب قبل التصدي لأنها قواعد أمريكية صهيونية في الأردن حتى يصبح الصاع صاعين عليهم للخونة والعملاء. كلامك غير يعني الكلام والمعنى متداخل، والله ما أنا ما فهمت شيء الحقيقة. أنت لمن تشير الآن؟ للفصائل المقاومة في العراق أم وضعكم في الأردن أم ماذا بالضبط؟ فيريد دائما اللي يرسل رسالة، وأنا أكرر هذا الكلام دائما، يراجع رسالته، المعنى صار واضح، الكلام واضح، ما في أخطاء، ثم يرسل بها إلينا حتى نعرضها على الهواء. شعيب من المغرب يقول أنظمة خائنة ومستبدة وعميلة وتمتد قوتها من الغرب وليس من الشعوب، متى تنتظر الشعوب العربية لإزاحة هذه الأنظمة عن عروشها؟ فهم لا يستحقون الحكم، يقول شعيب من المغرب. أبو بكر من الجزائر. ألو، يا هلا بك أبو بكر، تفضل. بالنسبة لخطاب الرئيس الجزائري غير مسؤول وغير مدروس، وإنما هو خطاب شعبوي وحملة انتخابية، لأن الجزائر في هذه الأيام تتجنب انتخابات رئاسية. طيب لماذا تراه غير مدروس وغير مسؤول؟ يعني ما الذي قاله الرئيس حتى يبدو لك الخطاب غير مدروس؟ ألا يكون غضبة لأجل غزة وتستحق الإشادة مثلا؟ لقد طالت المدة منذ 10 أشهر، كان عليهم استدعاء طرد السفراء أولا لأمريكا كخطوة أولى. أمريكا وبريطانيا وفرنسا كخطوة أولى، ليس هذا خطاب، إنما حملة انتخابية. وعلى الأنظمة وكذلك الأنظمة العربية كلها هي إنما هي شركات أمنية لحماية الصهاينة. جميل. وإن الشعوب العربية الشعب الجزائري لم يخرج منذ 10 أشهر في مسيرات. طيب ماذا ينتظر برأيك الشعب الجزائري إذن؟ لا ينتظر شيء، إنما الجيوش التي الدول التي تحكمها الجيش لا تنتظر منها شيء أخي صالح. شكرا لك أبو بكر من الجزائر. ويبدو أنه المؤسف أنه أغلب دولنا الفاعلة والرئيسية تحكم من قبل الجيوش كما يرى البعض، وأولها مصر. الجيش المصري غارق في السلطة إلى النخاع منذ أيام عبد الناصر إلى يوم الناس هذا، الجيش هو الذي يتسيد المشهد ولا بد له من الفطام. أي ديمقراطية تقوم في مصر حتى تنجح، نصيحة بالمجان بين قوسين للمصريين، حتى تنجح أي ديمقراطية في المستقبل القريب أو البعيد، عليكم أن تعيدوا الجيش إلى ثكناته وتقومون بعملية الفطام الصعبة، حتى لو اضطررتم ربما لإزاحة الصف الأول والصف الثاني والصف الثالث، شو المشكلة يعني؟ خايفين أنتم على الجيوش تمسحوا عليها تمسيح، نظف يا رجل، نظف نظف حتى تعيد هذه الدول إلى 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 جادة الصواب. أحمد من فرنسا. رح. يا هلا بيك أخي صالح، أعطيني واحد شوية وقت الله يفرحك. تفضل. أولا نشكرك كثيرا كثيرا، ما تخلي حتى موضوع على كل الدول
وهذا مشكور وراها ما فاتكش على الجزائر. أقول يا أخي صالح علمتني أنا حاجة، أنا واحد قلت لنا عندما الإنسان يحسن نقول لها أحسنت، وعندما يسيء نقول لها أسأت. كلام جميل. اليوم في فرنسا تقريبا كل الجريدات يتكلمون على هذا الموضوع ويتهمون الجزائر. أليس يا أخي صالح عندما نرى شيء ولو حتى نكون مضادين هذا النظام، كلام من رئيس، لأنه رئيس حتى ال 11 سبتمبر، وليس يدخلون الناس ويقولوا لك هذا إشاعات انتخابية، مسؤول على كلامه وهو على مستوى العالم يسمعوه، كلام شجاع، كلام عرى النظام. أولا عرى النظام السيسي عراه. الحاجة الثانية عندما ذكر العسكر يا أخي صالح العسكري بالضبط، أنا أريدك أنك توضح لي هذه النقطة أحمد، لأن ضيفنا ربما عنده وجهة نظر مختلفة. عندما يشير الرئيس تبون إلى الجيش، ألا تراه يعني ما يقول؟ ما سمعتكش أخي صالح. أقول عندما يشير الرئيس تبون في كلامه إلى الجيش، وكان بإمكانه أن يتحدث على الأطباء والعمال والشركات دون أن يشير إلى الجيش، لكنه أشار بالذات إلى الجيش، ماذا يعني بالضبط؟ ما هي الرسالة المبطنة التي أراد إيصالها إلى كل من يعنيهم الأمر، أكان للمحتل الصهيوني أو مصر أو غيرها؟ بوركت يا أخي صالح، كلمة الجيش هي التي تزعزع الكيان الصهيوني. ما يخافش الكيان الصهيوني، ما يخافش من المأكلة، ما يخافش من المأكولات، ما يخافش من البترول، يخاف من العسكر. ولهذا أقول يا أخي صالح واسمح لي بكل صراحة، كلام أول من ثمان شهور اليوم سمعنا كلام من عند الجزائر، وهذا فرحت أغلبية الجزائر. ولهذا أقول نتمنى أن رئيس ولا مالك يقطع العلاقات المتطبعة ويسمع لهذا الكلام، ولو حتى نختلف مع تبون. ولكن يا أخي صالح الأكاديمي اللي كان معك، أنا ما أعرف، هذه لابد نكون معارضين لهذا النظام، ولكن المعارضة تكون بناءة، مثل بعض الناس اللي حتى اليوم الإيران بغي تضرب ويقول لك ما يديروا والو. كيف نمشوا للأمام عندما نسمع كلمة هذا ويجي خداخل ويقول لك انتخابات أليس لهم هذه الأشياء يعني تفكير ديمقراطية مزيقة؟ علينا أن عندما نسمع كلام كما هذا نشجعه ونرى. يعني اليوم فرنسا تكلمت هذا الكلام، وبعض المواصل الاجتماع هنا في فرنسا وش يقولوا؟ خطير جدا، خطير جداً. ماذا قال وماذا قال؟ أليس هذا الكلام يشجع حتى الشعوب؟ جميل. حتى الشعوب اللي ما كانت تخرج وربما للجزائر. نأمل يا أحمد، نأمل أن الرئيس الجزائري كان يعني ما يقول حرفيا ولم يكن كلاما انتخابيا. شكرا لك أحمد على كل حال، أشكرك. محمد من ليبيا. أقسم لك بالله حتى محمد من ليبيا. زملائي الكرام أشكرك أحمد، أشكرك، شكرا لك أحمد. يعني أنهينا المداخلة، الآن ننتقل لمحمد من ليبيا. السلام عليكم. وعليك السلام. بالله يا صالح، أنا عمري 73 سنة ونحب نسأل أنت على الجزائر، هل رأيه هو هل استشار الجيش الجزائري؟ السيد هذا ينتخبوه 1,900,000 ساك، والجيش الجزائري ما يدخلش المارك. وانا نعرف الجيوش الجزائريه، الجيوش العربيه ما تدخلش الحرب، لان الجيوش العربيه ما عندهمش اراده للحرب. طيب لماذا تقلل من قدره الجيش الجزائري؟ وربما الرئيس طبعا قال كلامه هذا بعد استشاره قاده الجيش، وهو يعني ما يقول. على كل حال هو لم يقل باننا ذاهبون للقتال، هو أعطى رسالة الحقيقة تفهم على أكثر من وجه، هذا تحليلي الشخصي. يعني هو ذكر الجيش، ولكنه عندما ذهب إلى هذا الصدر وعندما ذهب إلى العجز قال نحن سنبني 3 مستشفيات، فظلت المعلومة الحقيقة وكأنها ضبابية وكأنها حمالة أوجه. الإشارة إلى الجيش فارقة، والجيش الجزائري جيش قوي، إذا أراد أن, 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 أن يرسل رسائل ولو تخويف ربما تصل إلى المعنيين بالأمر، أليس كذلك؟ سي صالح، هل هذا الكلام اللي قالوا رأي الشعب الجزائري البطل أم رأي الجيش الجزائري؟ يعني يا محمد يا غالي، في مثل هذه التصريحات يعني ليس مطلوبا من الرئيس تبون أن يستفتي
أن يستفتي الشعب فيما سيقول. هذا رئيس دولة يتصرف وفق المسؤوليات المناطة به. شو هذا يمثل رأي الشعب الجزائري؟ طبعا يمثل رأي الشعب الجزائري. لأنه سي صالح سمحني الجيوش العربية في طريق والشعوب العربية في طريق. الجيوش العربية ما تعملش عليها وما تحطهمش. الجيوش العربية يا عزيزي يعني فيها الفساد نعم ولا ينكر أحد ذلك، ولكن الجيوش العربية إذا توفرت لها قيادة سياسية توجهها في الاتجاه الصحيح سترى ماذا تستطيع أن تصنع. الجيش الجزائري العظيم لو الرئيس تبون يعني ما يقول وفتح الباب وأرسلت كتائب إلى الجيش من الجيش الجزائري إلى غزة ستعيد ربما حتى مساعدة المقاومة على 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 إعادة الإعمار وترميم ربما إمكانياتها وحتى عمليات تدريب. لما لا يكون الأمر كذلك؟ نعم، فلتذهب فيالق من الجيش الجزائري بعد الحرب إلى غزة وتقوم مع المقاومة بكل ما تحتاجه. يعني لماذا نقلل من إمكانياتنا وقدراتنا ولماذا نضع أمام أنفسنا يا رجل حواجز يعني إلى علو السماء؟ يعني المحتل هو اللي حدد لنا ماذا نفعل وماذا لا نفعل. محمد كلام مظبوط يا سي صالح. طيب. كلام مظبوط. أما لخير لجيش يقتل شعبه، لخير في جيش يقتل شعبه يا سي صالح، لخير في جيش يطلق الرصاص 10 سنين الجيش الجزائري يقتل في الجزائر. والسلام عليكم. شكرا لك محمد. العشرية الدامية نعم عشرية عار وعشرية شنار على أكثر من طرف، والجيش الجزائري على الأقل وفق التقارير تورط فيها، لكن أنا لا أستطيع أن نحاكم كل الجيش الجزائري. بالتأكيد هناك قادة، هناك مجموعات متورطون وتلوثت أيديهم بالدماء، لكن أنا أقول كل الجيش الجزائري عيب وعار، وليست كل الجيوش العربية. حتى الجيش المصري ليس كله متورط في ذبح أهلنا وإخواننا في رابعة والنهضة وغيرها، وليس كله داعم للسيسي. يا جماعة عندما تقول تضع الجيش كله في سلة واحدة أنت تسيء لخيرين كثر في هذه الجيوش، وهذا منطق أنا أراه لا علمي ولا أخلاقي، وإن شاء الله تكون معلومتي هذه واضحة. محمود من بريطانيا. محمود أستاذي الأزرق يا أهلا بيك. حتى نقول الحق ونكون منصفين، هل تصريحات السيد الرئيس عن الجيش هو في اليوم الثاني بعد الحرب؟ يعني إذا كان، أنا بعتقد أن الرئيس الجزائري لا يمكن أن يدخل بالجيش الجزائري في اليوم الثاني بعد الحرب أن يدخل إلى غزة عبر الدبابة الصهيونية لدعم السلطة الفلسطينية. يعني يكفي نظام الإمارات والمغرب والسعودية والأردن ومصر، هم من سيدخلون من القوات العربية. أما عن الجيش الجزائري، نعم في الخدمات الطبية الجزائرية وهي ممكن تكون تعمل مستشفيات ميدانية تابعة للجيش في قطاع غزة، يعني ممكن يعملوا 3 مستشفيات زي ما أنت حكيت يا أستاذ الأزرق، لكن من ضمن الخدمات الطبية العسكرية. الخدمات الطبية العسكرية هي المخصصة وهي الممولة في حالات الحرب، ولأن فيهم كلهم أخصائيين جراحة معارك وإصابات معارك وإصابات حروب. رقم 2، بالنسبة لتصريحك على أيام عبد الناصر، هو فعلا أيام عبد الناصر كان في جيش، ولكن لا تنساش أن أول عمل فدائي قام فيه الشهيد مصطفى حافظ وهو ضابط في القوات المصرية عام 1955 مع الضباط الفلسطينيين تخرجوا من الكلية الحربية المصرية عام 55، وهم كان عددهم 5 ضباط فلسطينيين والضابط مصطفى حافظ، وقاموا بتأسيس أول فدائيين كانوا بيخشوا على غلاف غزة وكانوا بيعملوا عمليات بطولية، واستشهد المقدم مصطفى حافظ استشهد، واليوم المدرسة بتاعته مدرسة مصطفى حافظ تم قصفها من الجيش الصهيوني وعملوا غارات عليها اليوم في غرب غزة. لكن عشان نكون منصفين، أنا ما أعتقدش أن الرئيس الجزائري يكون مشارك مع القوات العربية في دخول إلى غزة. شكرا لك محمود من بريطانيا أشكرك. لمن فاته طبعا خطاب الرئيس الجزائري، دعونا نتابع هذا المقطع القصير مما ورد في خطاب الرئيس عبد المجيد تبون، نتابع. ونقسم لكم بالله، نقسم لكم بالله العلي العظيم، يا لو كان ساعدونا وحلونا الحدود بين مصر وغزة،
عندنا ما ندير. عندنا ما نديرهم، وراني تواعدت وتواعدت والجيش راه جاهز، مجرد ما يحلوا لنا الحدود. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في خطابه الانتخابي في مدينة قسنطينة. طيب أبو سهيب مساء الخير. عليكم ورحمة الله وبركاته أخي صالح، حياك الله وبياك وجعل الجنة متقلبكم مثواك جميعا إن شاء الله. تفضل، وباختصار يا أبو سهيب الوقت يلحقنا، تفضل. باختصار بإذن الله، تحية إلى غزة الصامدة التي رفعت رؤوسنا إلى الأعلى. نقول إن التصريحات التي صدرت من هذا الرئيس تصب في مصب الإهلاك المحلي والاستهلاك الخارجي، التصفيق الخارجي، وخاصة إذا نظرنا إلى هذه المواقف الهزيلة منذ ذلك اليوم. هل الآن أن يصرح بعدما أرهقت تلك الدماء الزكية؟ نحن بالجزائر الأئمة مقيدين حتى بالدعاء، ليس هناك دعاء لفلسطين، لا النوازل ولا أي دعاء. نصلي الجمعة مع إمام في الخطبة لم يذكر غزة، لم يذكر هذه المحنة التي أصابت الأمة داخلها وفي وجدانها. نقول يا صالح، وفي الجزائر باختصار هناك أوراق تلعبها هذه الوجوه التي صدرت إلى المشهد السياسي وخاصة في الانتخابات. هذه الأوراق من بينها الورقة كبقية من هذا الرئيس استحوذ على المجال السياسي أو المجال الانتخابي في الاستشراف. أشكرك أبو سهيب، وصلت الفكرة، شكرا لك واعذرني طبعا لضيق الوقت. فاطمة من السويد، السلام عليكم. وعليك السلام. أنا فقط بدي نوجه رسالة للليبي، لأنه هم وقت القذافي ما يعرفوش قيمة الجيش. أما هذا الجزائري، يعني تسمح لي كلمة كبيرة أن لسان يقول يكذب. صلاة الجمعة في الجزائر كل جمعة ومع الجمعة كلهم يحكوا على غزة. إحنا الجزائريين مليش محتاجين نزايد ونحبوا فلسطين، لكن الرئيس تاعنا مش محتاج لا يصوتوا وما يصوتوش. بنشوف فقط ما عدا لبنان الأخ صالح، شكون يعاون لبنان في الأزمة تحاكي الدول العربية كلها لخاطر الضوء؟ تونس وأنت بشهادتك الأخ صالح، شكون وحتى يفخر عنك؟ لأن تونس أحبابنا ونحبوا بعض منا تونس. شكون اللي ساعد في تونس الأخ صالح؟ مش الجزائر، مش بالكهرباء وطني بلنزية الأخ صالح. الجزائر معروفة لو مصر فتحت حدود تاعها، احنا ولادة من السويد نزلوا الحرب في غزة، خونة على عرب الأردن. طيب يعني فاطمة تودين القول بأنه الرئيس تبون يعني ما يقول، وبأن الجيش الجزائري بالفعل مستعد للذهاب إلى غزة؟ أخ صالح، أنا بنت طورية، بابا كان يعني كان هو مجاهد، كان مع الحرب. يعني معنى الجيش لأنه الشعب اللي يعمل ثورة قلوبنا مسك على غزة، ولكن الحل وين؟ تروح تهجم على الأردن، تروح تهجم على مصر، هذا الخونة. لأن احنا جيش، احنا لا لا لا، جاوبيني على سؤالي، دعينا من هذا. إذا فتحت الحدود الجيش الجزائري سيكون بكتائب عديدة في غزة لإعادة الإعمار وربما الوقوف مع المقاومة هناك ودعمها؟ الأخ صالح، والله يا صالح الأخ صالح، مو شغل الجيش تاعنا، حتى الأولاد اللي مازالوا في بطن أمهم صدقني يروحوا لغزة، يروحوا لفلسطين، ما نحكيلكش على الجيش. لكن احنا الجيش تاعنا حر والمكسب تاعه من الشعب، لكن كيفاش تتعول السير صح؟ يعني صعيب كلمك واحد يقولوا يعني جيش مصر. على كل حال يا فاطمة، يعني أنت أسأت لأبو صهيب، يعني أيضا النظام الذي يقول أنا سأرسل الجيش إلى غزة للبناء، بناء المستشفيات وربما حتى مهام أخرى عسكرية لا يريد الرئيس الجزائري أن يفصح عنها، لكن هذا النظام من باب أولى وأحرى أن يسمح لشعبه بالتظاهر لأجل غزة، ولا لا؟ معاي أنت بالمنطق هذا ولا لا؟ لا 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 الأخ صالح، أنا في السويد نستاهر صراحة، ولكن مش حملنا
باش تعمل مظاهرات. غزة محتاجة موقف شجاع. الجيش المصري اللي ياخذ هذا سموها المصاري تاعو من الامريكان ومن من من, من اسرائيل راح يحارب اسرائيل، مستحيل لخ صالح. لكن احنا جيش حر صراحه، حر ما يتحكم في حتى دوله. طيب اذا جيشكم حر، لماذا لا يقدم الطلب رسميا الان لمصر، نريد ان ندخل الى غزه، افتحوا لنا الباب. يا تاع اخ صالح، هذوك الاطباء بقاو 3-5 شهور بربك يا فاطمه، جاوبيني مباشره على السؤال، لماذا الجيش الجزائري والرئيس تبون لا يقدم طلب الآن للقيادة المصرية؟ أنا أريد أن أذهب إلى غزة فقط. لا مصر مش يلقلها من الجزائر، لأن احنا نعطوا الغاز للجزائر، يقطع عليهم الغاز هذاك الوقت حتى يسمحولو. هذا مكاني، هذه كل حاجة، كل تأيكونوميك الأخ صالح، ليس حاجة أخرى. شكرا لك فاطمة من السويد، لم تجيب على سؤالي، أشكرك والله يا الأخ. شكرا لك. علاء الدين من أمريكا. صالح يا هلا بيك، باختصار يا علاء الدين لو تكرمت. باختصار شديد سيدي، من يبني المستشفيات الميدانية هي الجيوش في كل دول العالم ليس في الجزائر. وزارات الصحة عندها مستشفياتها، المشفى الميداني يبنيه الجيش. إذن كلام الرئيس تبون وفق السياق وليس خارج السياق. نعم، الرجل يعني يعرف ما يقول وصدق ما قال، لأن الجيش هو الذي يبني المستشفى الميداني. ولكن الجيش الجزائري إذا وصل إلى غزة برأيك، هل يستطيع أن يقدم للمقاومة ربما أكثر من مجرد مستشفى ميداني؟ لأنه هنا مربط الفرس ربما يقول البعض. نتوسم في ذلك، وليس غريبا عن الجزائريين، فهم أحرار، أبناء أحرار، فهم أحرار ثورة، وإن شاء الله أنه يستطيعوا أنه يبنوا، لأنه غزة في أمس الحاجة إلى المستشفيات الميدانية. شكرا لك على دي من أمريكا، أشكرك، أدركنا الوقت. أشكر عبد القادر من المغرب وماهر حرشاني، حاجر رضوان شكرا لك، مولود من الجزائر، حسن العماري، ناصف بو حمودة، عمر من المغرب، رسالة أيضا من اليمن لكن الاسم لا يظهر إلي، أبو أيوب من الجزائر شكرا لك، عبد الرؤوف النعاس من ليبيا، صالح شكرا لك. طبعا رسالة من السعودية تقول لي أنتم تكذبون كما تتنفسون، كيف نكذب؟ لا أدري، أعطيني مين كذبة؟ نحن في هذا البرنامج المعلومة مقدسة، عندك أي شيء ضدنا تفضل، إذا أنت يعني ما شاء الله عليك فحل وعندك وسائل إعلام هناك شريفة جدا في السعودية وشفافة جدا وتصل إلى المعلومة ودقيقة في مهنيتها، فهات نطحنا المعلومة مقابل المعلومة، وأسمعني صوتك في هذا البرنامج الحر، مش تبعث رسالة وانت متخبي عندك في مكتبك، اسمعني صوتك وقل لي اين بالغنا او كذبنا، واتحداك، وانا عادة لا افضل هذه الكلمة الحقيقة، ولكن اضطررتني اني اقولها، نحن لا نكذب يا عزيزي طبعا، لكن الخطاب الصريح والواضح والجريء يبدو لكم انتم هناك يعني غريب، لانكم لم تتعودوا على مثل هذه البرامج الصريحة والحرة. جمال من اليمن شكرا لك. عبد الله من تونس أشكرك. الدفالي عزيز من المغرب. موسى نصر من الأردن. عبد العزيز من المغرب. أحمد علي ناشر من اليمن. سليم من الجزائر. الشيخ مصطفى من المغرب. أبو مريم من الجزائر. محمد من الجزائر. محمد من اليمن. وأسماء عديدة أخرى كثيرة، أشكركم جميعا، ولكن اعذروني للأسف انتهى وقت هذه الحلقة، بقي فقط دقائق معدودة لفقرتنا الأخيرة كالعادة، مراسلون رأي حر. نبدأ من ليبيا الليلة، معنا رسالة من شلغوم من ليبيا، يقول لو قام النظام المصري بدوره ليس كوسيط في دعم الفلسطينيين وحماية أمنه القومي ما تجرأ الصهيوني على أفعاله هذا. نصر من الأردن يقول مصر أصبحت دولة وظيفية كما الأردن، تخلت عن عظمتها وتاريخها وخزانها البشري العظيم ومقدراتها تحت هذه الإدارة السياسية الضعيفة كما يقول. بلال من الكويت، الكويت العقبة الكبرى أمام مسار التطبيع مع دولة الكيان في الخليج والمنطقة، رغم حجمها الصغير وإمكانياتها المحدودة فيجب عدم تحميلها أكثر مما تحتمل كما يقول بلال. كريم من تونس،
هكذا الرئيس التونسي ربح الانتخابات باستعمال القضية الفلسطينية، وعندما وصل للكرسي منع قانون تجريم التطبيع ومنع قادة المقاومة من دخول تونس كما يقول كريم. سعيد من مصر، أصلاً هذه الأنظمة زرعت لحماية إسرائيل، وكيف تريد منها أن تغضب للقضية الفلسطينية الآن؟ العمل المبكر للصهيونية العالمية أثمر هذه المرة بقوة على الأمة، والكلام طبعاً لسعيد من مصر. نختم كالعادة بالتذكير برقم هذه الفقرة، ويريد ترسلونا بدل الرسائل المكتوبة، ونرحب طبعاً بالرسائل المكتوبة، لكن نريد رسائل صوتية، صورة وصوت، أسمعني صوتك وأرني صورتك. إذا خايف أن تظهر صورتك على البرنامج فحط مشهد من بلدك وحط صوتك فوقه. ياريت يعني تتحدثون عن همومكم الداخلية وهمومكم القومية والقضايا الدولية لمن تريد أن تعطي فيها رأي. حدثني عن الانتخابات مثلا في الجزائر ورأيك فيها، حدثني عن الانتخابات في تونس ورأيك فيها، رأيك في هذا السباق المنفرد في تونس مثلا، قضايا عديدة أخرى في السودان، في العراق، في لبنان، في اليمن. دقيقة سجلها بهاتفك النقال وارسل بها مباشرة إلى هذا الرقم اللي أمامك واتساب. أيها المواطن العربي، لا تقلل من شأن كلمتك وموقفك، قد تغير بها رأياً عاماً كاملاً. لا تقلل من شأنك، سجل مشاركتك دقيقة واحدة والرقم اللي أمامك واتساب ترسل بها إلينا مباشرة. وإذا لا تستطيع أن تتعامل مع الواتساب استعين بصديق. أكثر من هيك معلومة مساعدة شو بدكم؟ طيب 044-77-627-60-809، يا ريت اللي تابعني الآن يسجل الرقم وتوزعوه في كل المواقع. مرة أخرى 044-77-627-60-809. غدا بعون الله موعد جديد مع الرأي الحر، أستودعكم الله.